ومليان ماتيريال كتير وفي سيركتس كتير، وهو طبعه كده مش هيتغير. اوكي، الكورس 100 درجه، كورس ورك بتاعه 20%. الريفرنس او التكست بوك هو الكتاب بتاع جان راباي سكند اديشن. كويس، الهاند اوتس موجوده اونلاين في نفس الويب سايت اللي كنت بتنزله منه في الترم الاولاني. هنشوف الكونتنت بتاعت الكورس، بس خلينا الاول ايه نشوف الايمز بتاعته. الايمز ان احنا نانترودوس الفاندمنتال كونسبتس بتاعت الديجيتال سيركت ديزاين at the circuit level وعلى levels تانية أعلى منها شوية أو أقل منها شوية. دي الـ topics اللي هنغطيها، مش هقعد أعدي عليهم واحد واحد دلوقتي، نعدي عليهم في الآخر بعد ما نشوف الـ introduction عشان يبقى واضح دول معناهم إيه أكتر. اوكي، إحنا بنتكلم على digital circuits، فإحنا بنتكلم في الأساس على processors أو computers. كويس، ده كده زي ما انتم شايفين ده اول كمبيوتر في التاريخ، ده كان ميكانيكال كمبيوتر، كان بيحسب فانكشنز بولينوميال فانكشنز اف اوف اكس، وملوش لازمه غير بس احنا نشوف انه ابتدى الموضوع بايه، مجرد حاجه بتحسب اف اوف اكس كان شكلها عامل ازاي وحجمها عامل ازاي. ده اول الكترونيك كمبيوتر، وكان معمول من فاكيوم تيوبس مش من سوليد ستيت ديفايسز. اوكي، اللي هو انياك، كان في 1946، وده كان يعني نتيجة الحرب العالمية الثانية. احنا هنلاحظ ان المجال بتاعنا بتاع الكوميونيكيشنز هو دايما مرتبط بالحروب، كل ما يجي حرب تلاقي فيه ادفانس حصل، ادفانسمنت حصل. ده اول ترانزستور من بال لابس، كويس، في 1948، ودي الفيرست انتجريتد سيركت، دي كانت اعتقد فيها 7 بايبولر ترانزستورز، وكان بتاع الـ ECL logic وميجر كابل logic. كويس، ودي كانت من موتورولا. ومعنى الانتجريتد سيركت يا جماعه ان كل الكومبوننتس او كل الديفايسز الموجوده على السيركت كانت معموله على سنجل كريستال اوف سيليكون، ما هياش من كومبوننتس ديسكريت متركبه مع بعضها بسلوك، لا ده سنجل كريستال اوف سيليكون معمول عليها كل الكومبوننتس بتاعت السيركت. ده ال 4004 مايكرو بروسيسور، ده سنه 1971 كان فيه 2300 ترانزستور. بعد كده في سنه 2000 مثلا نلاقي 40 مليون ترانزستور. بعدين هنلاقي بليونز اوف ترانزستورز، يعني بعد سنه 2000 ده لما وصلنا بقى للمالتي كورس، هنشوف بعد كده في توبيك من اللي في الاواخر هنشوف شكل البروسيسورز الحديثه قوي اللي فيها مالتي كورس. بس المهم ان عدد 40 مليون ده ما اعتبرش عدد كبير دلوقتي، احنا هنتكلم في بليونز اوف ترانزستورز. النتيجه بالنسبه للكونسيومر ان هو لو في سنه 1982 كان ده اللابتوب، كويس، كان حجمه كبير، كان الباور بتاعه عالي 55 واط، وثمنه كان 2000 دولار. اوزبورن اكزيكتيف ده كان في نوع لابتوب يعني موبايل كمبيوتر. لما نبص على الايبود نانو اللي هو دلوقتي يعتبر حاجه برضه مش ادفانسد قوي يعني بالنسبه للايفونز الجديده والسامسونج اس سيريز مثلا، تلاقي الايبود نانو 2 واط، لكن لو بصيت على الميموري اللي فيه، لو بصيت على الكلوك سبيد بتاعته، لو بصيت على النمبر اوف كلرز مثلا على السكرين وقارنته بالراجل ده، هتلاقي ان البروسيسنج باور اللي فيه اكتر منه بالاف المرات. وعرام من كده ده سعره 120 دولار وده سعره 2500 دولار. فالسؤال ايه اللي حصل عشان نتنقل من ده لده؟ اوكي، وانتوا عارفين الاجابه عليه. اللي حصل هو ايه؟ هوز لو، يعني هوز لو معروفه اسمها مين لو؟ لو بتاع مين؟ مورز لو، مش كده؟ مورز لو اللي هو بيقول ايه؟ مورز لو ما هوش يا جماعه لو بمعنى ان هو ساينتفك لو، ما هوش حاجه في الفيزيكس يعني، اوكي؟ ده مجرد اوبزرفيشن كده الناس عملوه، بس هم لاحظوا انه النمبر اوف ترانزستورز اللي ممكن تتحط على انتجريتد سيركت بطريقه ايكونوميك بتتضاعف. كل قد ايه؟ تلاقي مره يقول لك كل 18 مانث، مره كل 2 ييرز، مره كل 3 ييرز. مش هي دي القضية، يعني القضية انه كل مدة محددة بتلاقي عدد
الترانزستورز اللي ممكن تحطه على الاي سي بيتضاعف. يعني لما تيجي تسكتش كده النمبر اوف كومبوننتس بير انتجريتد سيركت هتلاقيها فعلا انها مع الوقت almost ماشيه على خط بيخليها تتضاعف كل 18 مانث. كويس. الكلام ده مش حقيقي قوي يعني. خلينا دلوقتي نعدي ان هو حقيقي. في اخر الكورس هنكتشف انه عدد الترانزستورز بعد البنتيوم والحاجات دي ما هواش زي ما احنا بنقول كده يعني مورز لو ما هواش ماشي قوي. بس ايه اللي خلى مورز لو ينفع؟ ايه اللي خلى ان انا لو عندي انتجريتد سيركت اقدر احط عليها دبل نمبر اوف ترانزستورز كل 18؟ هو محطوط على السلايد دي اهو. ايه السبب اللي خلاني اقدر احشر على ترانزستورز اكتر ضعف؟ عندك انتجريتد سيركت على الترانزستورز اللي فيها بقى ضعف. ليه؟ ترانزستور نفسه صغر. دي اول حاجه. اوكي. هنا ده بيرسم الشانل لينث اللي هو طول الترانزستور مع الير اللي احنا فيه. اوكي. وهتلاقي ان احنا دلوقتي داخلين خلاص في ايه؟ في النانوميتر دومين. خلاص بنتكلم حاجات 13 نانوميتر. احنا اللي هنكتشف في اخر الكورس ان احنا خلاص بنفنش السي موس يعني. خلاص كده احنا بنحط حاجه في السي موس يعني. بس المهم ان ده كان من ضمن اسباب الموضوع. بس في سبب تاني تريكي شويه او مخادع شويه اللي هو حجم الشيب نفسه. عشان كده بقول لكم الموز لو ما هواش حاجه يعني قانون يمشي عليه. ان هو حجم الشيب نفسها كان بيزيد مع الوقت. ما طبيعي لما حجم الشيب يزيد عدد الترانزستورز اللي عليها هيزيد. فهما الحاجتين مع بعض، حجم الترانزستور صغر وحجم الشيب نفسها التوتال سايز بتاعها زاد، فطبيعي ان النمبر اوف ترانزستورز بير شيب هتزيد. اوكي. هنا ده يا جماعه الفريكونسي اللي اقدر اشغل عليها بروسيسور مع مرور الوقت. هنعرف برضه في خلال الكورس ليه قدرنا نزود الفريكونسي، يعني ايه اللي خلانا نزود الفريكونسي. هنكتشف ان سبب ان انا قدرت ازود الفريكونسي هو ان انا صغرت الشانل. اوكي. الاثنين وحاجه واحده يعني. شانل سكيلنج هو السبب في الاخر. وهنا ده الباور ديسيبيشن. اوكي. الباور ديسيبيشن بقى من الحاجات اللي هي الانترستنج قوي، لانها هنكتشف انه لو قسمت التوتال باور دي من ضمن الماتريكس ستاندرز، ان انا امسك التوتال باور اقسمه على الاريا بتاعت الشيب، دي حاجه اسميها باور دنسيتي. باور دنسيتي دي بتعبر لي عن الهيتنج اللي في الشيب. لو عملتها على الوقت هتلاقي ان احنا وصلنا لمراحل الهيت اللي على الشيب تقريبا زي الهيت اللي في ايه؟ اللي في الراكت نازل اللي هو في المخرج بتاع السلك. فما ينفعش. اوكي. في اخر الكورس خالص هنكتشف ان نتيجه الباور دنسيتي دي الناس ما بقتش تعمل ايه؟ ما بقتش تزود الفريكونسي. كويس كده؟ اوكي. فهنشوف في الاخر ان احنا حكايه ان الفريكونسي بتزيد دي ما بقتش ماشيه بالظبط. المهم يعني الكونكلوجنز اللي على مورز لو ان احنا برضو على اخر الكورس هنكتشف ان هو الراجل كان صح وما كانش صح. هو كان صح ان احنا هنقدر نحط عدد اكبر من الترانزستورز على الشيب، بس ما كانش صح ان دي حاجه يعني في حد ذاتها هي الهدف من الحياه. اوكي. هنلاقي ان دلوقتي الهدف من الحياه في الديجيتال سيركت ديزاين هو سؤال انت هتعمل ايه بالعدد ترانزستورز؟ عندك بليونز اوف ترانزستورز على الشيب، هتعمل ايه بالبليونز اوف ترانزستورز؟ هتجيب منين واحد وتولز تقدر تهندل الديزاين بتاع البليونز اوف ترانزستورز دول؟ وهتجيب واحد منين مش بس عارف يستخدم التولز لكن كمان عارف يفهم السيركت ايشوز اللي موجوده على الليفل تحت علشان ساعات تعمل تشيب وما تشتغلش ويبقى السبب سيركت ايشوز. فالسؤال الاساسي هو احنا عندنا ناس تقدر تهندل الكلام ده ولا لا؟ لما تيجي تبص على اي ديجيتال ديزاين او على ديجيتال ديزاين في الاساس يعني تلاقي انه انت ممكن تبص للديزاين على ليفلز اوف ابستراكشن مختلفه. يعني ممكن تبص للديزاين على اساس ان هو مكون من ديفايسز مربوطه ببعضها. ديفايسز هنا اللي هي ايه؟
MOSFET devices. اوكي احنا في الاساس بنتعامل مع MOSFET. لو جيت تحلل السيركت انها مكونه من MOSFET هتبتدي تتعامل مع فيرمي ليفلز في MOSFET دي وتشوف كل فيرمي ليفل رايح فين وما اعرفش ايه وحاجات كده. مش هينفع طبعا الكلام ده لو انا بتعامل مع عدد كبير من الترانزستورز، بس احتمال اضطر ان انا ارجع له بره وهيك صح؟ فلازم ابقى فاهم لحد ما ايه اللي بيحصل على الديفايس ليفل. اللي اعلى من الديفايس ليفل هو السيركت ليفل كويس؟ اللي هو عباره عن انه يفكر في السيركت على انها مجموعه من الديفايسز مربوطه ببعضها وكل ديفايس بيوصفه كارنت كونديشن وابتدي اشوف البيهيفير بتاع السيركت دي عامل ازاي. اللي اعلى من السيركت ليفل هو الجيت ليفل. ان انا افكر في السيركت انها معموله من لوجيك جيتس، ولوجيك جيتس ايه اللي بيوصفها؟ لوجيك ايكويشنز 1 و 0 كويس؟ يعني السيركت اللي بيوصفها فولتج ليفلز، انما اللي بيوصف اللوجيك لوجيك جيتس كويس؟ الاعلى من اللوجيك ليفل هو ان انا افكر على ليفل موديولز. يعني ايه موديولز؟ يعني ادرز وسبتراكتورز متركبه في بعضها عشان تعمل لي بلوك دايجرام، البلوك دايجرام ده بيعمل فانكشن معين. واعلى حاجه خالص اللي هي السيستم ليفل. السيستم ليفل اللي هو يعني واحد بيعمل الكلام ده عامه بيفكر في الالجوريزم الاساسي. اوكي؟ الامبلمنتيشن بتاع ديجيتال سيركتس بيبتدي من فوق لتحت. يعني الواحد بيفكر في السيستم ليفل وبيكتب الحاجات يا اما على سيستم ليفل يا اما على موديول ليفل يا اما على جيت ليفل. بعدين السنتسايزر بيحولها لجيت ليفل وبعدين السيركت ليفل وبعدين تروح تتصنع فتبقى ايه ديفايسز. احنا لما نيجي نبص كده على الكونتنت بتاع الكورس هنلاقي ان التوبيك نمبر 1 او 2 يعني لو احنا اعتبرنا الانتروداكشن نمبر 1 هو الموسفت. الموسفت ده دراسه الموسفت ديفايس على مستوى الديفايسز كويس؟ ديفايسز على سيركتس شويه. توبيك نمبر 3 الوايرز اند انتركونكتس، ندرس الوايرز اللي واصله بين الموسفتس. نعمل لها موديلنج ازاي؟ ده برضه يعتبر على مستوى الديفايس. بعدين عندنا توبيك كبير قوي اللي هو كومباينيشنال سي موس، اللي هو ازاي امسك الموسفتس وابني منها كومباينيشنال سيركتس سواء ستاتيك او دايناميك، وازاي اقدر اعمل سايزنج للتشين في الكومباينيشنال لوجيك بحيث تديني اوبتيمال ديلي. وبعدين ده على مستوى السيركتس طبعا. بعدين نبص على السيكونشال سيركتس اللي هي فيها ميموري، فيها فيدباك، فيها ميموري من نوع ما. الفيدباك يا اما كاباسيتنس يعني يا دايناميك ستورج يا اما ستاتيك ستورج، برضه ده على مستوى السيركتس. بعدين هنعلى شويه نروح لمستوى الايه؟ الموديولز او الاركيتكتشرز او حتى يمكن الجيتس ساعات اللي هي الاريثمتيك سيركتس. نبتدي نبص على الادرز بتتبني ازاي؟ المالتيبلايرز بتتبني ازاي؟ والدفايرز بتتبني ازاي؟ نشوف الحاجات دي، انواع الادرز المختلفة شكلها عامل ازاي؟ ازاي اعمل ادر اسرع؟ ازاي اعمل مالتيبلاير اسرع؟ وهكذا. بعدين هنبص على الميموري اريز اللي هي ازاي اقدر اعمل اس ام دي رام والحاجات دي. اوكي؟ الهدف في الاخر انك تبقى فاهم ازاي تعمل مايكرو بروسيسور. اوكي؟ لان المايكرو بروسيسور عباره عن ريجسترز واي ام يو وميموريز صح؟ ريجسترز هي سيكونشال سيركتس والاي ام يو هو الاريثمتيك سيركتس والميموريز هي التوب كاخرين ده الميموري اريز. اوكي؟ الميموري اريز تختلف عن اللي فوق ان الميموريز في الاساس عباره عن ريبيتد ستراكشر سيل وريبيتد عدد كبير من النقط، فالتفكير فيها مختلف تماما عن اللي فوق ده. فوق ده بيسموه راندوم لوجيك، ده الميموري دي حاجه ثانيه. انت لما تلاقي ان هو يخش على تكنولوجي نود جديده يقول لك انا دخلت دلوقتي في 30 نانو مترز مثلا، تلاقي اول حاجه تطلع الدي رام وبعدها الاس رام وبعدها يروح للايه؟ للراندوم لوجيك. على اساس الراندوم لوجيك ده اصعب شويه. في اثنين توبكس ثانيين غير الفي اتش دي ال مش مكتوبين هنا اللي هم اضافوا في السنتين اللي فاتوا يعني. توبك منهم اللي هو التكنولوجي اللي هو ازاي الفابريكيشن بيتعمل، اوكي؟ ازاي اللاي اوتس بتتعمل. وتوبيك تاني اللي هو الميتا ستابيليتي. الميتا ستابيليتي هي ازاي احنا هنا في السيكونشال سيركتس
هنشوف ازاي بنعمل ديزاين للسينكرونس سيركتس اللي هي سيركتس فيها سينجل كلوك بس كده وازاي التايم بيتحسب فيه ازاي يتحسب مثلا سيت اب تايم وهول تايم وسيت اب تايم فاليديشن وهول تايم فاليديشن في الميتا ستابيليتي هو اخر توبيك بقى في الليله كلها هنشوف ازاي نعمل ديزاين للسيركتس فيها مالتيبل كلوكس كويس لما عندي مالتيبل كلوكس في السيركت الموضوع بيبقى اصعب بكتير فده بيعتبر اكتر توبيك ادفانسد في الفي اتش دي ال عاده بيبقى حاجه في الاخر لو في وقت بناخدها لو مفيش وقت مش مشكله لانه يعني الفي اتش دي ال من الحاجات اللي ممكن قوي انك تدرسها لوحدك ممكن الحاجات التانيه محتاجه ان حد يبقى بيشرحها فالفي اتش دي ال بخليه الاخر خالص والسنه اللي فاتت مثلا اديت فيه محاضره لان هم طلبوا هم قالوا عايزين محاضره فاديتها لهم وما دخلتش في الامتحان فعلى حسب ظروف اللي هيحصل السنه دي. طيب عايزين نبص كده على كويك ريفيو على شويه كونسبتس وبعدين نخش في اول توبيك اللي هو الموسفيت ديفايس عشان ما نضيعش وقت. عايزين نبص على شويه الديفينيشنز اللي مكتوبه دي عشان نبقى على اون ذا سيم بيج يعني واحنا بنبتدي نتكلم على الموسفيت. عارفين ايه هو السيمي كوندكتور مش كده؟ السيمي كوندكتور هو في الاساس ماتيريال ما يعني لو حد قال لك ان هو في الاساس ماتيريال الكوندكتيفيتي بتاعته ما بين انسوليتور والكوندكتور يبقى هو ضحك عليك مش دي المشكله الاساسيه في السيمي كوندكتور الحاجه الاساسيه في السيمي كوندكتور ان هو ماتيريال الكوندكتيفيتي بتاعته فيري سنسيتيف تو دوبينج تو لايت تو تمبريتشر مش ان هو الكوندكتيفيتي بتاعته بين وبين كويس فالسيمي كوندكتور هو حاجه الكوندكتيفيتي بتاعته فيري سنسيتيف للامبيوريتيز اللي هي الدوبينج السيمي التشارج كاريرز في كل حاجه في السيمي كوندكتور في انسوليتور في كل حاجه هي يا اما الكترونز يا اما هولز الالكترونز هي ايه؟ هي فري الكترونز في الكوندكشن باند والهولز هي امتي سبيسز في الفيلنس باند صح كده؟ الانسوليتور هو ماتيريال له لارج باند جاب يعني الفرق بين الكوندكشن باند والفيلنس باند كبير فما فيش الكترونز كتير بتعرف تنط تروح للكوندكشن باند عن التمبرتشرز العاديه فمش بيكوندكت يعني الكوندكتيفيتي بتاعته قليله الكوندكتور هو ماتيريال ما عندوش باند جاب اصلا فالالكترونز سايحه ما بين الفيلنس باند والكوندكشن باند فزي ما يكون الكوندكتيفيتي بتاعته المفروض يعني انها انفينيتي بس هي ايه؟ فيري لارج كويس كده؟ طيب السيمي كوندكتورز عندنا دوت او انترنسك انترنسك يعني تو دوت يعني فيها امبيورتيز امبيورتيز يا اما تبقى جروب 5 يا اما تبقى جروب 3 لو جروب 5 يبقى هي بتدي كوندكشن الكترون زياده فبسمي السيمي كوندكتور ساعتها ان تايب سيمي كوندكتور تمام الان تايب سيمي كوندكتور في اكسس من انهي كارير؟ الالكترونز كويس كده؟ الالكترونز كانت شارج كارير الشارج بتاعتها ايه؟ البولاريتي بتاعتها ايه؟ نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف البي تايب في جروب 3 محطوطه في الفالنس باند جروب 3 بيبقى ناقصه الكترون فبتسيب اماكن فاضيه في الفالنس باند فبيبقى في اكسس هولز اللي هي بوزيتيف شارج كاريرز كويس؟ لو انت جيت حطيت سيمي كوندكتور ماتيريال ان تايب او بي تايب مش هتفرق كتير لو حطيت سيمي كوندكتور ماتيريال وحطيت عليه الكتريك فيلد كويس لو جيت جبت سيمي كوندكتور وحطيت الكتريك فيلد عليه وليكن السيمي كوندكتور ده ان تايب هنحط هنا الكتريك فيلد الالكتريك فيلد بيخلي الالكتروز تمشي في اتجاه عكسه لو انا احطه على ان تايب الالكتروز كلها تمشي في الاتجاه ده وتتكون في الماجنت هتسيب وراها ايه هنا؟ مش هتسيب هولز لا مش هتسيب هولز هي هتسيب حته ما فيهاش تشارج كاريرز خالص لا هولز ولا الالكتروز الحته دي اللي هي ايه؟ depletion region
they are depleted من الشارج كاريرز سواء كانت الشارج كاريرز دي فولتس او الكترونز وبالتالي التعامل كانها ايه الكتريكالي كانها انسوليتور كانها دايلكتريك تمام كده ده معنى الديفيشن ريجن الالكتريك فيلد هو المكان يعني الايفكت موجود في اريا بيقول ان لو في شارج حاطط في الاريا دي هيبقى عليها فورس قيمته حاجه معينه الشارج دي هتمشي بسرعه معينه تبع الالكتريك فيلد لو عندي ستريت لاين كده طوله L الستريت لاين ده طويل قوي وعليه فولتج دلتا V الالكتريك فيلد بيبقى دلتا V على L اوكي الالكتريك فيلد هو دلتا V على L والقيمه اليونتس بتاعته بتبقى فولت بير متر تمام تعرفوا ايه تعريف الموبيليتي ميو ميو اهي مرسومه هنا ميو هي السلوب بتاع الكيرف ده كيرف ده الفيلوسيتي مع الالكتريك فيلد بتاعت مين؟ شارج كارير اللي هو ايه؟ الالكتروني اهو تمام؟ فالموبيليتي هي السلوب بتاع ده يعني دي اللي هي الفيلوسيتي اللي هي السرعه تساوي ميو في الالكتريك فيلد عندي ميو ان وعندي ميو بي عندي موبيليتي للفولتس وموبيليتي للالكترونز مين اللي الموبيليتي بتاعته اعلى؟ الالكترونز الالكترونز الموبيليتي بتاعتها اعلى كلاسيك اللي كده زمان كان قولنا ميو ان بيساوي 2 ميو بي ليه؟ عشان الفيلنس باند زحمه والكوندكشن باند فاضي ايه يا جماعه المعلومه اللي ما كناش نعرفها في الاندر جراد عن الموبيليتي من الرسمه دي؟ في ساتوريشن فيلوسيتي انا بس على موبيليتي مش على فيلوسيتي بس انت صح مظبوط الموبيليتي مش كونستنت صح الموبيليتي فاريبل موبيليتي فاريبل على حسب الالكتريك فيلد ده اللي هيخلينا نتعامل معامله جديده مع الموسفت ديفايس هنشوف نوع جديد من الساتوريشن في الموسفت اللي هو الفيلوسيتي ساتوريشن زمان كنا بنعمل حسابنا ان احنا في الحته دي فكنا بنعتبره ستريت لاين ونقول ان الموبيلتي كونستنت دلوقتي لا الموبيلتي مش كونستنت بيرميتيفيتي اللي هي ابسلون هي عباره عن بروبرتي للدايركت فيش كوندكتور دي بيرميتيفيتي ابسلون كويس اصغر بيرميتيفيتي هي بتاعت الفاكيوم ابسلون نوت وبعد كده عندي ابسلون ار اللي هي relative permittivity للدايركتريك سبتانيوم عارفين الفيزيكا مين بتاع البرميتيفيتي بتقول ان انا لو انا في دايركتريك مش سيمي كوندكتور دايركتريك دايركتريك ده مكون من مولكيولز كده كويس لازم اربعه بيقول لو انت حطيت الكتريك فيلد على الدايركتريك ده قد ايه المولكيولز دي هتبتدي معاه وبولارايز مع الكتريك فيلد كل ما تبتدي وتغير شكلها اكتر معاه كل ما تبقى البرميتيفيتي عاليه كويس عشان كده مفيش برميتيفيتي للكوندكتور مفيهوش اصلا المولكيولز دي هو عباره عن الكترون سايحه هتمشي مش هتتني ولا حاجه هتمشي اساسا اوكي ريزيستنس انتوا عارفين ايه هو ريزيستنس ايه هو ريزيستنس يا جماعه؟ ريزيستنس از بيرنينج اوف باور ماشي عشان تبتدي بس ريزيستنس از بيرنينج اوف باور مش اي حاجه ثانيه اي حاجه تحرق باور تبقى ريزيستنس لينير نون لينير كيوبيك تطلع زي ما هي بس المهم انها تكون بتحرق باور الريزيستنس بتاعت بار بالشكل ده هي رو ال على اي او ال على سيجما اي اوكي الكلام بتاع اولى اتصال الكاباسيتنس هي ميجر لقد ايه اقدر اخزن الكتريك تشارج على البليتس على طول على البليتس ما بينهم دايلكتريك لما تحط عليهم فولتج معين اوكي يبقى الراجل اللي عنده كاباسيتنس اكبر تحط عليه فولتج يتخزن عليه تشارج اكبر اوكي اتس ميجر اوف هاو ماتش انرجي كان ستور ان الالكتريك فيلد من الاخر الكاباسيتنس بتاعت
parallel plate الكاباستور، بس مهم ان البليتس دي تبقى كبيرة قوي بالنسبة للديستنس ما بينها، هي ابسلون في الاريا على الديستنس ما بينها. اوكي، وابسلون هي بتاعت الدايلكتريك اللي في النص. يهمني طبعا ان انا اعرف الريزيستنس والكاباستنس، لان زي ما هنشوف هما دول اللي بيحددوا السبيد، وبالتالي هما اللي بيحددوا كل حاجة. احنا هنتكلم على CMOS circuits في الاساس. CMOS يعني complementary metal oxide semiconductor. complementary يعني فيها NMOS و PMOS. احنا بنتكلم على CMOS process، احنا هنشوفها بالتفصيل، بس يعني خلينا ناخد كده ايه الـ introduction السريع. بنتكلم على ان احنا بنتكلم على devices معمولة على single crystal silicon. ده كده يا جماعة material silicon مش single crystal. اوكي، يبقى ده بنسميه ايه؟ بنسميه amorphous silicon، معملاش ليه اي crystalline structure. نجيبوا الـ amorphous silicon ده ونسيحوه، وبعدين يشدوه كده في شكل bars كده، بعدين البارز دي تعملها سلايسنج، تطلع ويفرز، والويفرز دي تعمل عليها الشيبس متكرره كده. اوكي، بعدين الشيبس دي تتقطع وتبقى تعملها باكجنج وخلاص تطلع للكونسيومر. ازاي بيتعمل الفابريكيشن وازاي الحدوته دي هنشوفها في التوبيك اللي هو اللي في الاخر بتاع الاي سي موس بروسس. اوكي، احنا عايزين بس الاول نشوف السيركت دي نفسها شغاله ازاي، وبعدين نشوف بتتعمل ازاي. الانسوليتور اللي عندي، يعني احنا عندنا في مصر عندنا ام و اس. السيمي كوندكتور هو الايه؟ السيليكون. السيليكون عندنا عندي يا انترنسك يا دوب ان تايب او بي تايب. الاوكسايد اللي عندي اللي هو الانسوليتور هو السيليكون داكسايد. اوكي، اللي هو ساند. كويس، اللي هو يجي لو انا سخنت السيليكون يحصل له اوكسيديشن يبقى السيليكون داكسايد. تمام، والمتل اللي هي الام او اس ترمز للديتي بتاعت الايه؟ المصر اللي هي في الحقيقه مش متل، هي بولي كريستالاين سيليكون زي ما هنشوف بعدين. بس في متل في الحقيقه في السيركتس، المتل ده بيبقى بتاع الوايرز اللي بتوصل ما بين الترانزستورز ببعض. هنا دي مايكروجراف، صوره مايكروجراف لايه؟ لمتل كونكتورز جوه انتجريتد سيركت. هي معموله على اكثر من لاير زي ما تشوف بعدين، محتاج اكتر من ليه عشان اعمل راوتنج. اوكي، والمتل هنا هو الالومنيوم في الصوره دي، بس دلوقتي بيستخدموا كوبر. انسى اللي اوت والحاجات دي دلوقتي عشان اشوفها بالتفصيل بعد كده. عايزين بقى نخش في التوبيك اللي بعديه اللي هو او التوبيك الاولاني ده ما كانش توبيك اساسا. نخش في الموسفت. طيب انتوا عارفين يا جماعه ان MOSFET stands for MOS metal oxide semiconductor، FET يعني field effect transistor. MOS لان هو معمول من metal gate وبعدين oxide وبعد كده semiconductor. وفي الحقيقه اللي فوق ده مش ميتال، ده برضه سيليكون. اوكي، بس سيليكون ليه بروبرتيز مختلفه نتيجه التصنيع بتاعه، هنشوف برضه ليه بعدين. الحته اللي فوق دي بنسميها الجيت، واللي تحت ده السبستريت. كويس، الشكل اللي مرسوم ده شكل كاباستور. ليه؟ لانه في حاجه كوندكتنج فوق، حاجه كوندكتنج تحت، وفي النص ده الكتريك، يبقى ده كاباستنس، مش كده؟ قيمة الكاباستنس هنا هتبقى كام؟ ابسلون اي على دي، صح كده؟ ابسلون في الاريا على الثيكنس بتاع مين بقى؟ الاوكسايد، صح كده؟ طيب بروبرتي بتاعت الكاباستنس، انت لما تحط عليه شارج تحط عليه اصل فولتج، في شارج هتيجي من فوق وعكسها يتكون من تحت، عكسها قدام بالظبط. فحضرتك لو حطيت على الجيت اللي فوق دي، لو حطيت عليه بوزيتيف فولتج، وافرض ان السيمي كوندكتور بتاعك ده كان بي تايب، حطيت على الجيت اللي فوق دي بوزيتيف فولتج، يبقى لما تحط بوزيتيف فولتج
ايه نوع التشارج اللي هيبقى اتراكتد من تحت؟ الكترونز، مش كده؟ تحت هنا شايف ان هنا بوزيتيف وعايز ايه يعوضه، فايه هيبقى اتراكتد ناحيه الاوسايد؟ الكترونز، كويس؟ لكن اللي تحت ده بي تايب. طب هو البي تايب ما فيهوش الكترونز؟ في بس ماينورتي، مش كده؟ بس هيحصل الاول، يعني احنا قلنا حاجه غلط، احنا قلنا ان اول ما احط بوزيتيف تشارج هيبقى اتراكتد هنا الكترونز. في حاجه هتحصل قبل ما يبقى اتراكتد الكترونز، ايه هي؟ هطرد الهولز، مش كده؟ يبقى اطرد الهولز الاول وبعدين اتراكت الكترونز. طرد الهولز من الحته اللي تحت لو سايب على طول دي بيسيب لي ريجون شكلها ايه؟ ديفينيشن ريجون، صح كده؟ يبقى قبل ما يكون الالكترونز تحت الاوكسايد بطلب الهولز واكون ديبليشن ريجون. علشان الاموس كاباستور ده يتقلب لترانزستور لازم ازود اثنين تيرمينال زياده اللي هما الدرين والسورس. لو السبستريت اللي تحت ده بي تايب يبقى الدرين والسورس لازم يكونوا ان بلس. كويس كده؟ ده يا جماعة السيركت سيمبلز بتاعت الـ N MOS و P MOS. زي ما شايفين كده أنا ما برسمش لما بميش يعني الدرين من السورس في السيركت سيمبل على عكس الأنالوج، لأنه لو تبصوا كده على الـ MOSFET هو سيمتريك ديفايس، مش كده؟ في سيمتري كده بتقول يعني مفيش فرق ما بين الدرين والسورس من ناحية الستراكشر بتاعهم. اللي بيحدد الدرين والسورس هو مين؟ السيركت، صح؟ السيركت متركبين ازاي وممكن يختلف دورهم على حسب الوقت اللي احنا فيه، ممكن قوي. فما بحطش ما بميزش الدرين السورس، بحط بادر على الجيت بتاعت البي موس عشان اعبر ان البي موس ايه؟ عكس الان موس. يعني زي ما بنشوف الان موس يشتغل لما الجيت تبقى هاي، البي موس يشتغل لما الجيت تبقى لو. كويس؟ فده يساعدنا في التفكير فيها بطريقه ديجيتال. نبص بس على الجيومتري عشان نعرف الدرايف ايكويشن. الجيومتري بتاعت الموسفت بتقول ان الطول الشانل، الشانل هي الديستانس ما بين الدرين والسورس، طول الشانل هو ال، الثيكنس اللي لجوه هو دبليو ويدث، اوكي؟ تخن الاوكسايد هنسميه تي اوكسايد، يبقى دبليو هو الويدث بتاع الشانل لجوه وال هو الطول بتاع الشانل ما بين الدرين والسورس. هنحط زي ما قلنا فولتج على الجيت. أول ما تحط فولتج على الجيت هيتكون تشارج، كويس؟ التشارج ده بص كده الإيكويشن اللي مكتوبة مكتوبة إزاي؟ مكتوبة كيو يساوي سي في بي. منين جاية كيو يساوي سي في بي ده؟ الديفينيشن بتاع الكاباسيتنس أصلا، صح؟ كده الديفينيشن بتاع الكاباسيتنس. بس في شارب نيجاتيف مكتوبة في الإيكويشن اللي جاية، إيه شارب نيجاتيف؟ عشان انا عايز اجيب الشارج اللي ايه على البليت اللي تحت مش الشارج اللي على البليت اللي فوق. وهتلاقي كمان ان الفولتج اللي فوق هو كاتب دي جي اس ناقص في اكس، هو يعني عايز يقول ايه؟ لو انا عندي نقطه اكس هنا هتبقى الفولتج بتاعها في جيت ناقص في اكس. عادي بيجيب الفولتج بتاع النقطه المحدده دي عشان يجيب الشارج اللي في النقطه المحدده دي. انما هنا ناقص الفي ثريشولد. ايه هو تعريف الفي ثريشولد؟ هو النقطة اللي عندها الشانل بتتكون، مش احنا قلنا انه تحت الاوكسايد هنا الاول بطل الهولز وكون الريشن وبعدين ابتدي اعمل طبعا الالكتروس تحت الاوكسايد. الفولتج اللي عنده طبعا الالكتروس تحت الاوكسايد بتتكون هو الثريشولد، فهو ما يقدرش يبتدي من الصفر ولازم هنا يجي طارح منها حاجة على اساس ان قبل النقطة دي ما فيش اصلا تشارج تحت الاوكسايد. فدي التشارج توتال تشارج بير يونت ويدث بير يونت لينث اللي موجوده عند النقطه اكس ما بين الجي السورس والدرين. كويس كده؟ زي ما قلنا في فولتج معين قبليه مفيش تشارج كاريرز في الشانل، بعديه في تشارج كاريرز في الشانل اللي هو الثريشولد فولتج. الثريشولد فولتج
الديفينيشن بتاعه في في ثريشولد نوت زائد جاما مش عارف ايه حاجات كتير كده. اوكي في ثريشولد نوت وجاما وفاي اف دي كلها حاجات تبع التكنولوجي. اوكي انما اللي يهمنا هنا ان في هنا في اس دي. اوكي لو نبص تاني كده على الترانزستور، ترانزستور النص ده لو كان ترمينال اربعه صح، بودي درين سورس جيت. اوكي ف VSB هو source to body voltage، وبالتالي تغير ال V threshold مع ال body potential بنسميه ال body effect. اوكي فال V threshold بتاع الترانزستور اللي هو المفروض ان هو constant، ما هوش constant، هو function في ال ايه في ال body او substrate potential، هو weak function بس function بس يعني مش function قوية. اوكي دلوقتي يا جماعه احنا قلنا ان احنا حطينا فولتج على الجيت فكونت لي لاير من النكروس تحت الوسط. اوكي تعال ندخل بقى الجيت الدرين السورس في اللعبه. الدرين ان بلس السورس ان بلس والشانل نوعها ايه برضو؟ ان ولا بي؟ ان. طيب لما يبقى عندي حته سيمي كوندكتور ان دي تتعامل في السيركتس كانها ايه؟ ها؟ كوندكتنس او ريزيستنس، هو واحد كوندكتنس او ريزيستنس، تتعامل انها ريزيستنس صح؟ لما يبقى عندك نوع واحد من السيمي كوندكتورز ده سيمي كوندكتور ريزيستنس، نوعين جنب بعض يبقى ده ايه؟ بيان جنكشن صح كده؟ فدي ريزيستنس، تحط على ريزيستنس دي فولتج يحصل ايه؟ يمشي بقى صح كده؟ فده اللي هيحصل. هنحط فولتج ما بين الدرين والسورس فهيمشي كارت. تعريف الدرين في الانموس اللي هو الفولتج الاعلى. اوكي فنفكر الكارت يمشي منين؟ من الدرين والسورس. بس السورس ازاي هو الكارت بيخش جواه؟ سورس اوف انموس هو سورس اوف تشارج كاريرز، سورس اوف كارت هنا الشارج كارير ايه؟ الالكترونز. فالالكترون فلو ماشي بالعكس عكس الكارت. ده سورس الالكترونز ده درين الالكترونز. بس ده سورس الكارت وده درين الكارت. ماشي. بس احنا ماشيين على الشارج كارير. طيب ده ريزيستور. كويس كده؟ تعالى كده ندرايف الايه؟ الكارنت ايكويشن بتاعت الريزيستور ده. الشارج اللي موجوده في الشانل عند نقطه معينه تساوي ماينس سي اوكسايد في في جي اس ناقص في اكس ناقص في ثريشولد. كويس كده؟ بس دي بير يونت ويدث دي او بير يونت اريا في الحقيقه يعني. اوكي طيب عايزين نجيب الكرنت. الكرنت هيبقى عباره عن ايه؟ ايه تعريف الكرنت؟ هو التشارج اللي بتقطع اي كروس سكشن بير يونت ايه بقى؟ بير يونت تايم مش كده؟ فادي التشارج اهي بس عايزين نخليها بير اللي بتقطع يونت اريا فنضربها في دبليو فنضرب كيو في دبليو وعشان نجيب انها بتقطع في يونت تايم هنضربها في ايه كمان؟ في الفولت في الفيلوسيتي. كويس كده؟ الكيو ده هو عباره عن التشارج اللي موجوده في نقطه بس في الشانل عايز اجيبها عباره عن شيت كده فبضربها في دبليو كلها يبقى عندي شيت اوف تشارج. الشيت اوف تشارج ده بيقطع قد ايه كل يونت سكند؟ الفلوسيتي بتاعته اضربها في الفلوسيتي بتاعته اديه هو بيقطع قد ايه في يونت سكند اضربها في الفلوسيتي. وفي اشاره نيجاتيف جنب الفلوسيتي ليه؟ عشان التشارج ده الكترونز فالكرنت عكسه فلازم احط نيجاتيف. حطيت النيجاتيف كويس وبعدين قلت ايه؟ الفلوسيتي بتاعت الالكترونز تساوي ماينس ميو ان في الالكتريك فيلد. جبت منين الكلام ده؟ تعريف الموبيلتي اصلا. وليه في نيجاتيف هنا؟ عشان الالكتريك تمشي عكس الالكتريك فيلد صح كده؟ فاحط هنا ماينس ميو ان في الالكتريك فيلد اللي هي تبقى ميو ان في دي في باي دي اكس. عرفت منين دي في باي دي اكس دي؟ احنا قلنا ان ايه؟ الالكتريك فيلد هو تعريفه دي في باي دي اكس. كويس كده؟ ففكيت الالكتريك فيلد دي في باي دي اكس. فهاجي هنا احط في اي دي احطها هنا ايه؟
احط بدل الفيلوسيتي دي احط الاكسبريشن بتاعها اللي هو ده كويس كده، واطلع دي اكس الناحيه دي اضربها في الاكت في الكرنت واسيب دي في الناحيه دي. اوريدي ده شكل شبه ايه؟ شكل الكرنت بتاع المصفت واضح، بس عشان يجيبوا كرنت فعلا لازم نخلص من الاتجاهات دي. فهنعمل ايه في الاتجاهات دي؟ انتجريشن، صح كده؟ نعمل انتجريشن دي اكس منين لفين؟ احنا هنبتدي من عند الدرين لغايه السورس اللي هو من زيرو للشانل لينث ال، والفي هتبقى من فين لفين؟ من الفلوستي بتاعت السورس للفلوستي بتاعت الدرين، دي اس لفي دي. تعال الانتجريشن ده يطلع لك الايكويشن من تحت دي اللي هي ايه؟ الايكويشن بتاعت الكرنت بتاع الموسفت في الترايود ريجن او الاوميك ريجن، كويس كده؟ تعال نبص بقى على الايكويشن دي بتقول ايه؟ الايكويشن بتقول ان الكرنت يساوي يو ان سي اوكسايد دبليو على ال في جي اس ناقص في ثريشولد في دي اس ناقص جي دي اس سكوير على ال. الريجن ده اسمه ترايود ريجن. ليه اسمه ترايود ريجن؟ علشان الكرنت داخل فيه ثلاثة فولتجز، تراي فولتجز، أني ثلاثة فولتجز؟ في اس، في درين، وفي جيت، التلاتة. على عكس الساتوريشن اللي بيخش فيه بس إيه؟ في جي اس، جيت وسورس. بيسموه اوميك ريجن ليه برضه؟ عشان ده ريزيستيف، أوكي؟ عشان ده ريزيستيف، بس يعني ما هوش ريزيستيف عادي زي ما هنشوف دلوقتي، بس هو ريزيستيف أتليست يعني. واضح ان انا كل ما بزود ال W كل ما الكرنت بيزيد، كل ما بزود ال L كل ما الكرنت بيقل، وده منطقي يعني. لو بصيت للشانل على انها ريزيستنس، كل ما تزود طول الريزيستنس كل ما ايه؟ يقل الكرنت، كل ما تزود الويت بتاع الريزيستنس يبقى تزود الاريا يبقى بتزود الكرنت، يعني بتقلل الريزيستيفيتي، تمام كده؟ طيب لو جينا نرسم بقى الكرنت مع الـ VDS، ادي VDS اهو وادي ID، كويس كده؟ هتلاقي ان الكرنت شكله ايه؟ بارابوليك، لان احنا عندنا هنا نقطة، عندنا هنا تيرم في VDS سكوير، فهو كوادراتيك مش لين. هل ده معناه ان ده مش ريزيستنس؟ خد بالك يا جماعة، أول حاجة عشان يكون ده ريزيستنس لازم أرسم VDS مع IDS، صح كده؟ لأن ده الفولتج اللي اتحط عليها والكرنت اللي مشي فيه. ما ترسمليش IDS مع VGS. علاقة IDS و VGS مش علاقة ريزيستنس، صح؟ دي علاقة إيه لو أنت رجعت بقى للسيركتس بتاع زمان بتاع سنة أولى وكده؟ مش ترانزستور، عايزك كسيركت ألمنت. يعني بصوا يا جماعة، لو أنا زودت الفولتج على حاجة مشي فيها كارنت اكتر يبقى ده ايه؟ ريزيستنس. انما لو انا زودت فولتج حته ثانيه خالص الكارنت اللي هنا زاد يبقى ده ايه؟ فولتج كنترولد كارنت سورس، مش كده؟ ده في سي في اس، فولتج كنترولد كارنت سورس. انما عشان اشوف الريزيستنس اللي في الموضوع لازم ارسم اي دي اس مع في دي اس. ما طلعتش لينير، ده معناه انها مش ريزيستنس؟ لا، دي ريزيستنس، لان ريزيستنس مش معناها لينير ولا مش نون لينير، دي نون لينير ريزيستنس، بس ريزيستنس. ريزيستنس ليه؟ عشان بتحرق باور، ماشي؟ لما بتحرق باور تبقى ريزيستنس، واوميك ريزيستنس، بس مش لينير. طيب ما دام ده بارابول او كوادراتيك ايكويشن يبقى ليها ماكسيموم او مينيموم. دي ليها ماكسيموم ولا مينيموم؟ ماكسيموم. ماكسيمم ده عند انهي نقطة؟ تعبش نفسك، عند في دي اس تساوي في جي اس ناقص في ثريشولد، اوكي؟ اعمل ديفرنشيشن هتلاقيها طالعة كده. بعد الماكسيمم بوينت اللي هي في جي اس ناقص في ثريشولد يحصل ايه؟ البارابولا تنزل. مفيش أي منطق في الدنيا ولا فيزيكال سنس إن أنا أزود فولتج ألاقي الكارنت بينزل، اوكي؟ ده مش ممكن بس. معنى كده إن في هنا حاجة فيزيكالي امبوسيبل تحصل، يعني زود فولتج الاقي كارنت بيقل، حد كده بيشفط الشارج، بيشفط هيوديها فين؟ ما ينفعش، اوكي؟ فمعنى كده ان الفاليديتي بتاعت الكيرف ده لغاية النقطة دي بس، اوكي؟ فيزيكالي انتوا عارفين ايه اللي بيحصل. كل ما بتزود الدرين فولتج
عند النقطة دي كل ما الـ gate to drain voltage بتقل. اوكي؟ تذكر ايه اللي خلى الشانل تتكون اساسا؟ ايه اللي خلى الشانل تتفورم اساسا؟ ان الـ gate voltage اعلى من voltages اللي تحت. فلما يبقى عندي VGS حلوة كده او كويسة، VG اكبر من VS بحاجة كتيرة، هيبقى عندي عند السورس شانل حلو عامل كويسه كده. كويس، حضرتك قاعد تزود في في درين، مش تعال تزود في دي اس، انت بتزود في درين. كل ما تزود في درين يبقى انت بتعمل ايه في في جي دي؟ بتقلل. يبقى بتعمل ايه في الفولتج اللي موجود هنا عشان يكون شانل؟ بتقلل. كويس كده، كل ما تزود في دي كل ما تقلل الشانل اللي موجود عندك. فيزيكال يا جماعه اللي بيحصل، انت كل ما بتزود الفي دي اس كل ما بتزود الالكتريك فيلد اللي موجود هنا، فكل ما بتزود السبيد اللي بتمشي بيه التشارجز هنا. اوكي، لو تبص على الايكويشن كده انت عايز تزود في الالكتريك فيلد، بتزود في الفي. كويس، فعايز تزود في الفيلوسيتي بتاعت التشارجز، لكن في نفس الوقت بتعمل ايه؟ بتقلل الاريا، صح كده؟ فلما بتقلل الاريا بيحصل ايه للريزيستنس؟ بتزيد، صح كده؟ يبقى انت اللي بتعمله ان انت بتزود الكرنت، لكن الريت اللي الكرنت بيزيد بيه هيقل. كويس؟ لان في حاجتين بيحصلوا، حاجه بتزق الكرنت انه يزيد، وحاجه بتزق الكرنت انه يقل. كويس كده؟ طيب امتى الشانل تختفي؟ عند اي نقطة؟ لما الفولتج عند النقطة دي يقل عن دي ثريشولد، صح كده؟ يبقى لما دي جي دي يساوي دي ثريشولد ما يبقاش في شانل. في جي دي تساوي دي ثريشولد اللي هي ان دي جي اس، سوري، ان في دي اس يساوي دي جي اس ناقص في ثريشولد، اللي هي انهي نقطة؟ الماكسيمم بتاع البارابولا. يبقى عند الماكسيمم بتاع البارابولا ده الشانل هتختفي عند الدرين. هل في حاجة ممكن تحصل الشانل عند الدرين فيرست اوردر كده أسوأ من إنها تختفي؟ مفيش، مش هيحصل لها أوحش إنها تختفي، هي اختفت خلاص. واللي جرى لها جرى. كويس؟ فهيحصل إيه بقى للكرنت من بعد النقطة اللي هتختفي منها الشانل دي؟ يفضل زي ما هو. كويس، يبقى كونستنت اللي هي الساتوريشن. كويس كده، فهيحصل هنا ساتوريشن. ساتوريشن ده بنسميه ايه؟ اني نوع من الساتوريشن بنسميه بينش اوف ساتوريشن. ايه اللي حصل له بينش اوف؟ شانل عند الدرين. كويس كده، فبيحصل ساتوريشن، الكرنت بيفضل كونستنت. كونستنت قيمته كام؟ شوف كده الايكويشن بتاعت الاوميك، هنعوض عن VDS بفي جي اس ناقص في ثريشولد، لان هي دي القيمه اللي وقفنا عندها، ويجي لينا على طول ايه الاكسبريشن بتاع الكرنت اللي هو المحفوظ اللي هو في جي اس ناقص في ثريشولد كل سكوير على دي. كويس، هنا اي دي اس يساوي الكلام ده، دي ايكويشن بتاعت ايه؟ فولتج كنترول كرنت سورس. فولتج كنترول كرنت سورس، وهي كوادراتيك ايكويشن، لو رسمت اي دي فيرسس في جي اس هي كوادراتيك ايكويشن. كويس؟ طيب حكاية يا جماعة انه هيحصل ايه اسوأ لل بلاش الساعة كام؟ العيشة الساعة كام؟ طب لسه بس نقسمها عشان. طيب انا قلت ان هو مش هيحصل حاجه اسوء للدرين ان هو يختفي، لا في حاجه هتحصل اسوء للدرين ان هو يختفي، ممكن يختفي في نقطه بدل. اوكي، مش انتوا في الباي بولر خدتوا حاجه اسمها الايرلي افكت؟ صح، اللي هي ايه الايرلي افكت؟ ان يكون في المفروض ان ده ايديالي ثابت، لو في هنا سلايت سلو. اوكي، ده سكندري افكت بيعبر عن سكن ديبندنس للساتوريشن كرنت على الفي دي اس.
السكندري ديبندنس ده موجود هنا في الموسفيت نتيجه النقطه اللي بيحصل فيها بينش اوف بتيجي ناحيه الشمال شويه. كل ما تزود الفي درين كل ما يزق النقطه دي ناحيه الشمال شويه. اوكي بصوا بقى يا جماعه الحته دي مش يعني مش مطلوبه لانها ديفايس بس ممكن نحاول نفهمها مع بعض عشان في ناس كتير بتلاحظ في الحته دي. مش انا لو زقيت الشانل ناحيه السورس شويه يبقى معناها ان في ما بين الدرين والنقطه اللي عندها شانل في هنا ديبليشن ريجن صح؟ اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل انه الكارنت بيمشي هنا بالفي جي اس ماينس في ثلاثة. اوكي؟ والفرق في الفولتج ما بين الفي جي اس اللي انا حاططها والفي جي اس ماينس في ثلاثة بيخليه يعدي من الديبليشن ريجن يعني هو ينفع كارنت يمشي في الديبليشن ريجن؟ ينفع. الديبليشن ريجن ده عباره عن ايه؟ عن بوتنشال جاب صح؟ يعني كده حته انرجي لازم ينطها. لو الفولتج ده مساوي للانرجي ده الكارنت هيعدي فيه. هي بتتظبط بحيث ان ده يبقى بس كده. المهم لو انا قللت طول الشانل خد بالك ان الحته الانسوليتور اللي هنا دي ما بيمشيش فيها بالدريفت ما بيمشيش فيها نتيجه فيلوسيتي والكتريك فيلد والكلام ده بيمشي فيها بتانلينج وحاجات بتاعه كوانتم. يبقى انا كده افكتفلي طول الريزيستنس اللي انا ماشي فيها بقى اقل صح كده؟ يبقى انا كده الريزيستنس بتاعتي قلت يبقى انا كده الكارنت بتاعي هيزيد واخد سلوب صغير كده وابتدي ازيد معاه شويه. Equation wise بتكتب ازاي؟ بتكتب هنا 1 plus lambda VDS. في هنا dependence على VDS ب secondary term ممكن ندخله ممكن ما ندخلوش على حسب ايه المسألة. Lambda units بتاعتها ايه؟ volt minus 1 واحد ده ملوش units وده volt يبقى 1 ده volt minus 1. Lambda يبقى رقم كبير ولا رقم صغير؟ رقم صغير. السلوب هنا لازم يكون صغير. طيب. اوكي. بصوا يا جماعه بقى الدريفيشن بتاع الترانزستور كارنت اللي هو قعدنا عملنا له انتجريشن والكلام من ده كان معتمد على ان في ان يساوي ميو ان في الالكتريك فيلد. ان الفولتج يساوي ميو ان في الالكتريك فيلد وميو ان ده كونستنت رقم. اوكي؟ ان احنا عارفين انه رسمه الفولت فيلوسيتي مع الالكتريك فيلد اهي ما هوش رقم. السلوب بتاع الرسمه دي مش رقم. السلوب بتاع الرسمه دي فانكشن. تمام كده؟ طيب امتى اقدر اعتبر ان السلوب هنا رقم عند الفيلدز اللي قيمتها ايه؟ صغيره ولا كبيره؟ صغير عند الفيلدز الصغيره. الفيلدز الصغيره بتحصل عند شانل لينث كبيرة ولا صغيرة؟ فيلد صغير يحصل عن شانل لينث كبير. كويس كده؟ شانل لينث كبير ده معناه التكنولوجيز القديمة ولا الجديدة؟ القديمة. يبقى احنا لما جينا نخش التكنولوجيز الجديدة لبسنا في موضوع انه ايه؟ ان الموبيلتي ما بقتش كونستنت. تمام؟ لو انا بصيت على شكل الكيرف بتاع الموبيلتي هلاقيه ان هو بعد شوية يعني لما الالكتريك فيلد يبقى عالي قوي زي ما يكون الموبيليتي زي ما يكون الفلوستي سوري هيوصل لنوع ايه؟ فلوستي متجه ان هو يحصل ايه؟ ساتوريشن. اوكي؟ الفلوستي متجه ان يحصل لها ساتوريشن ده معناه ان الموبيليتي متجه انها تبقى بكام؟ ده سؤال كان بيجي في الميد تيرم كتير وما اعرفش ليه كان الناس بتجاوبه غلط. لما الفلوستي تساتوريت الموبيليتي هتبقى بكام؟ لا بزيرو مفيش سلوب صح؟ الموبيلتي هتبقى بصفر كويس كده؟ فبدل ما ناخد ايكويشن معقده للفلوستي مع الالكتريك فيلد هناخدها انها بيس وايز زيرو نعتبرها انها تو ستريت لاينز ستريت لاين كده اهو وستريت لاين في الفلوستي ساتوريت اوكي؟ وهيبقى في حد فاصل ما بينهم يبقى في نقطه فاصله ما بينهم النقطة الفاصلة دي عند فاليو معينة
الالكتريك فيلد. الفاليو المعينه للالكتريك فيلد دي هنسميها الساتوريشن فيلد او كريتيكال فيلد. لو الالكتريك فيلد اعلى من الساتوريشن فيلد هنعتبر ان الفيلوسيتي مالها ثابته وليها قيمه اسمها في سات. في سات دي تعتمد على ايه؟ ولا حاجه، الكترون ولا هول. الالكترونز ليها ساتوريشن فيلوسيتي والهولز ليها ساتوريشن فيلوسيتي ثانيه. لو الكريتيكال فيلد لو الفيلد اقل من الكريتيكال فيلد يبقى هنعتبر ان الفيلوسيتي والفيلد علاقتهم ببعض لينير زي زمان بالظبط. اوكي، يبقى احنا عندنا حالتين، يا اما زي زمان يا اما معتبرين ان الفيلوسيتي بقت ايه؟ ثابته. كويس كده؟ زي زمان هو الستريت لاين اللي هنا. بصوا يا جماعه بقى، هناك القيمه بتاعت الفيلد اللي هي تمثل الحد الفاصل اللي هي اي سات، ده فانكشن اوف تكنولوجي. كويس كده؟ بس الالكتريك فيلد ايه علاقته بالفولتج؟ في على ال، صح كده؟ الالكتريك فيلد يساوي في على ال. يبقى هل في قيمه للفي تعتمد فقط على التكنولوجي هي اللي تمثل ال، تعتمد على الالكترون والفيلد فقط هي دي اللي تمثل الحد بين ده وده؟ يعني مش تعتمد بس ولكن ولا هو، تعتمد كمان على ايه؟ اللينث بتاع الترانزستور، صح؟ لو اللينث بتاع الترانزستور اتغير قيمة الفولتج اللي هيحصل عندها الكلام ده هتتغير. كويس؟ كمان الفولتج اللي مكتوب هنا ده يعني لما بقول اي يساوي في على ال، في ده اللي هو انهي بي؟ في جي اس ولا في دي اس ولا في اس بي ولا اي بي؟ في دي اس، في دي اس، اوكي؟ ففي دي اس اهو. هنحل المسألة ازاي؟ نحل المسألة ان احنا نشوف الالكتريك فيلد ايه علاقته بإي سات. كويس؟ إي سات ده رقم جيفن، واحد للهولز، واحد للالكترونز. كل إي سات قصادها في ايه؟ في دي اس سات. بس في دي اس سات ما تعتمدش بس هو الكترون ولا هول، تعتمد كمان على ايه؟ اللينث، مش كده؟ لان في دي اس سات تساوي اي سات في ال، تمام؟ طيب تعالوا نشوف بس الكرنت هيبقى شكله عامل ازاي. افتكروا احنا المعادله بتاعت الاوميك ما زلنا هي كرنت الاوميك هو هو زي ما كنا في الاول، تمام؟ لكن في الاوميك كنا بنقول ان احنا قاعدين نزود الفي دي اس لغايه لما هيحصل ايه؟ هيحصل ساتوريشن. لما يحصل ايه؟ لما التشانل تختفي عند الدرين. اوكي؟ هنا انت عمال تزود الفي دي اس، عمال تزود الفي دي اس، كل ما تزود الفي دي اس قصادها بتزيد ايه؟ الالكتريك فيلد. ممكن قبل ما التشانل تختفي عند الدرين يحصل ايه؟ ان الفي دي اس ده يوصل للفي دي اس سات اللي هي قصادها ايه؟ ساتوريشن الكتريك فيلد. مش كده؟ يعني ممكن ده يحصل الاول وممكن ده يحصل الاول، صح ولا لا؟ ممكن التشانل تختفي عن الدرين الاول وممكن الالكتريك فيلد يوصل لقيمة الساتوريشن. امتى يكون لايكلي ان الالكتريك فيلد يوصل للساتوريشن الاول؟ لو التشانل لينث ايه؟ صغيرة. عشان كده في التشانل لينث الصغيرة غالبا اللي هيحصل الاول مش ان دي اس دي تخفي الشانل عن البرين، اللي هو بيحصل عن القيمة كام؟ القيمة كام؟ القيمة كام؟ في جي اس مثلا فيه اللي هيحصل الأول غالبا هيبقى من إيه؟ إن ده على بعضه يخبط في إيه؟ في إي سات الأول. أوكي؟ لما ده على بعضه يخبط في إي سات الأول أدي معادلة الإيه؟ الترايود كارنت، معادلة الترايود كارنت أهي. كويس؟ لما بص كده على في دي اس خدها خدها كومن من جوه. كويس؟ او يعني بلاش تاخدها كومن، خلينا نفكر فيها بطريقه ثانيه. خد معادله الترايود كارنت. لو انا في معادله الترايود كارنت وعمال ازود الدي اس لغايه لما وصلت
النقطة اللي ده يوصل فيها للساتوريشن. يبقى كل ما زود في دي اس بعد كده هيبقى لها اي تأثير؟ كان تأثير البي دي اس ايه زمان؟ انها بتزود الفلوستي، صح كده؟ هنا مش هتزود الفلوستي، هتوصل للساتوريشن فلوستي وتفضل ثابت عندها. يبقى تقدر تاخد قيمة في دي اس ثابت وتعوض بيها في معادلة الكهرباء. كويس؟ وفي دي اس ثابت رقم ثابت ماشي؟ بس رقم ثابت ايه؟ للشانل لينث معين، تمام كده؟ فهياخد قيمة في دي اس ثابت وعوض بيها في المعادلة اللي هنا دي. شوية سمبليفيكيشن كده، هاخد في دي اس ثابت كومن من جوه واطلعها بره، سمع على الأقل في دي اس ثابت على الأقل تديني اي ثابت، وميو ان في اي ثابت يساوي ايه؟ في ثابت اللي هي الفيلوستي ساتوريشن، يفضل لي في ثابت في سي اوكسايد في دبليو في الكلام اللي جوه. اوكي؟ سو كده في دي اس ثابت على ال يساوي اي ثابت، وي ثابت في ميو يساوي في ثابت اللي هي الفيلوستي ساتوريشن. كويس؟ فعملنا السمبليفيكيشن ده، وصلت للمعادله اللي تحت. المعادله اللي تحت دي كرنت فانكشن في اني فولتج؟ في جي اس فقط. محدش يفتكر انه فانكشن في في دي اس، لان في دي اس اللي هنا دي قيمه ثابته. اوكي؟ فده بقى ساتوريت خلاص. تمام كده؟ بس مش ساتوريتد زي زمان نتيجه البينش اوف، ساتوريتد نتيجه ايه؟ الفيلوستي حصل لها ساتوريشن. فبنسميه ده فيلوستي ساتوريشن. يفرق في ايه بقى عن الساتوريشن القديم؟ بس خلينا الاول نفكر مين اللي بيحصل الاول؟ قلنا لايكلي انه يحصل الاول فيلوستي ساتوريشن لما اكون في شورت شانل. لايكلي انه يحصل الاول بينش اوف لما اكون في لونج شانل. اوكي؟ سؤال صعب شويه، هل ينفع واحده تحصل وبعدين الثانيه تحصل وراها؟ يعني ينفع يحصل الاول فيلوستي ساتوريشن وبعدين يحصل بينش اوف او العكس؟ هو الاجابه لا او مش مهم، يعني حتى لو حصل مش مشكله. فكر كده، لو حصل فيلوستي ساتوريشن وبعد ما حصل فيلوستي ساتوريشن حصل بينش اوف، بيحصل حاجه بكانت مش هيجرب حاجه اكتر من ليبر كوست، صح كده؟ نفس الحكايه، حصل بينش اوف وانت قاعد تزود الفولتج، الفلوستي بقت ساتوريت، بقت ساتوريت وكان خلاص سيب، صح؟ فمش مهم مين هيحصل، يعني مش مهم السيكونس بتاع ايه، المهم مين اللي حصل الاول. اللي حصل الاول هو اللي هيحدد لي قيمه الفلوستي ساتوريشن كارت. يفرق معايا قوي مين اللي حصل الاول. اوكي؟ مش مهم حصل ايه بعد كده. ايه الفرق ما بينهم بقى؟ لو بصينا على المعادلتين بتوع الساتوريشن كارنت هنلاقي انه في البينش اوف الساتوريشن كارنت كان كوادراتيك. في الفلوس ساتوريشن معادلة الكارنت كان فانكشن في في جي اس، بس كان فانكشن ايه؟ لينير. كويس كده؟ طيب انتوا خلونا نفكر بس من اول نقارن ايه؟ الريجنز مع بعض عشان نفكر من ناحيه الابلكيشن بتاع الموسفت احنا بنستفاد ايه؟ الترايود او الاونيك والساتوريشن. مين فيهم مهم بالنسبه لكم في الانالوج؟ مش انتوا بتاخدوا انالوج بس الترم ده؟ مين اللي مهم في الانالوج؟ الساتوريشن ولا الاونيك؟ عارفين ساتوريشن صح؟ ليه هو الساتوريشن المهم في الانالوج؟ بيجيب لي جيم او بمعنى اخر انت عايز يبقى عندك كارنت سورس عشان تعمل امبليفاير، مفيش كارنت سورس في البريمسز، مش كده؟ طيب بمعنى اخر تاني انت عندك حاجه اسمها ترانس كوندكتورز في الانالوج. ترانس كوندكتورز دي عباره عن بارشال اي، عباره عن اي على فوق، يعني انت عايزها عاليه عشان تجيب جين عالي، عايز مين عالي؟ الار. مين الماكسيمم كارنت بتاعك؟ ساتوريشن كارنت. الريزستنس في الكيرف ده السلوب ولا عكس السلوب؟ عكس السلوب. اوتر ريزستنس فين؟ عند الزيرو، صح كده؟ اعلى سلوب اوتر ريزستنس.
لو انا في ديجيتال سيركت ورجعت للكورس بتاع اللوجيك ديزاين بتاع السنه الاولى كانوا بيضحكوا علينا نص نص ويقولوا لنا ان احنا بنتعامل مع الجيلز لانها كونكشن اوف ايه؟ اوف سويتشز صح؟ اند يبقى عندي سيريز سويتشز ويبقى عندي بارلل سويتشز. السويتش وهو مفتوح انت عايزه الريزستنس بتاعته تبقى ايه؟ انفينيتي. السويتش وهو مقفول عايزه الريزستنس بتاعته تبقى ايه؟ زيرو. يبقى انت عايز اوتر ريزستنس وانت مقفول اللي هي اني فين اوتر ريزستنس؟ عند الزيرو. اللي هي مش ترايود ده ديب ترايود ده اوطى نقطه في الترايود ده الترايود اللي هو على حقي اوكي والسويتش لما يبقى اوبن اللي هي عندي بقى فيجن كات اوف ترانزستور كات اوف مش كلام مش الثاني ترانزستور كات اوف مش كارن مش خالص فاحنا في الديجيتال يهمنا الاوميك وال كات اوف لان هما دول اللي عباره عن ستيتس بتاعت السويتش. تراديشنال كنا بنقول كده. هنعرف بقى في الكورس ده اللي يهمني كمان قوي الساتوريشن. ليه بقى يهمني كمان قوي الساتوريشن؟ لان كل الديليز اللي عندي عباره عن ان انا بفرغ واملى كاباسيتورز. بفرغ واملى كاباسيتورز عن طريق ايه؟ كارنت. يهمني ان الكارنت اللي بفرغها منها بقى على ما يمكن. وعلى كمان ناخد هو كان بتاع مين؟ ساتوريشن فبرضه يهمني الساتوريشن بس الساتوريشن يهمني اثناء ما انا بعمل سويتش ما بين الاوف والاون في الستيبل ستيتس انا يا اما ايه؟ يا اما كات اوف يا اما اون سويتشنج ما بين الاثنين انا هدخل الساتوريشن كويس كده؟ طيب يبقى يا جماعه لو احنا في ديجيتال او في انالوج او في عند اي حد عادي في الدنيا هينبسط ولا هيزعل ان احنا بقينا في لوست ساتوريشن بدل بيتش اوف وهينهار هو يهمه ان الكرنت يبقى عالي صح كده؟ الكرنت ده عالي فمش هيبسط خالص اوكي بس اللي حصل يعني دي حاجه حصلت مش بمزاج ما هو لينير ده انا ما استفدتش بيه باي حاجه هي تبان انها حلوه لينير وامبليفاير وعلى طول وكده بس خد بالك ان في الامبليفاير انت ما بتاخدش العلاقه ما بين ده وما بين يعني انت ما بتاخدش العلاقه دي وتعمل عليها امبليفيكيشن اوكي انت بتاخد السلوب بتاع النقطه وهو ده اللي بتعمل عليه امبليفيكيشن هو ده الترانس كوندكتورز بتاعتك تمام في الايه؟ باور امبليفاير او حاجه كده يعني يعني باور امبليفاير زي ما انت بتبقى لونج شانل ما اعتقدش حتى ان هو يستفاد من حاجه كده. ما اعرفش بس دي يعني حاجه تخص العرف. اللي اقدر اقول لك ان حتى في الانالوج اللينير ده ما هماش بيستفادوا منه في حاجه. افتكرش ان اللينياريتي اللي انت خدتها هتعوض الامبليفيكيشن انت فقط. اوكي؟ طيب. Summary of regions of operation الكت اوف اللي هو الاوف ريجن تبقى الكرنت فيه بصفر وده يحصل لما في جي اس تبقى اقل من دي ثراشولد. كويس كده؟ يبقى انا لما ابتدي ابص على الترانزستور عايز اشوف هو اوف ولا اون اول حاجه بعملها اشوف في جي اس اكبر من في ثراشولد ولا لا. لقيت اكبر من في ثراشولد لو حاجتين حصلوا تبقى في الاوميك. لو في جي في دي اس اقل من في جي اس ناقص في ثراشولد و في دي اس اقل من في دي اس سات. عندي اثنين كونديشنز للساتوريشن لازم اتحقق ان هم ما حصلوش. ما حصلوش يبقى ده الايه؟ الكرنت ايكويشن. بعد كده اروح اشوف هو حصل له فيلوسيتي ساتوريشن ولا لا. اوكي؟ واشوف في جي اس اكبر من في ثراشولد ده اون واشوف في دي اس اكبر من في دي اس سات ولا لا. طلعت اكبر يبقى حصل فيلوسيتي ساتوريشن، طلعتش اكبر روح بص هنا ايه؟ حصل بينش اوف ولا حصلش؟ طلع حصل يبقى احنا في ايه؟ في بينش اوف ساتوريشن. اوكي؟ الموس البي موس يا جماعه عكس الكلام ده. البي موس يبقى اون لما في اس جي هي اللي تبقى اكبر من في ثراشولد اوكي فالبي موس دايما هتلاقيه كل حاجه فيه عكس الان موس يعني في البي موس الدرين هو الاوت السورس هو الاعلى اوكي الترانزستور يشتغل لما الجيت يبقى الفولتج بتاعها قليل اقل من السورس مش اعلى من السورس لا
لان الشارج كارير هنا في البي موس هو الهولز مش الالكترونز. طيب دي كده ثلاثه سكندري افكتس، اربعه سكندري افكتس، واحد منهم مهم وثلاثه عايزين نعرفهم بس مجرد معرفه. اول واحد الدرين انديوسد بارير لورنج، دي حاجات كلها ابتدت تظهر في الموسفيتس مع الشانل لينث القليله. كويس، الدرين انديوسد بارير لورنج هو علاقه ما بين الفي ثريشولد والفي دي اس. اوكي، احنا عارفين ان الفي ثريشولد المفروض ان هو فانكشن في ايه بس؟ في في اس بي. لقوا ان هم لما جم يرسموا الفي ثريشولد مع الفي دي اس لقوا انها الفي دي اس بتقل مع الفي ثريشولد، بتقل مع الفي دي اس شويه. اوكي، ده نتيجه ايه؟ نتيجه ان لما بتحط في درين عالي، الفي درين العالي ده في حد ذاته بيبتدي اتراكت الكترونز من السبستريت، تيت اتراكت هو كمان الكترونز من السبستريت ناحيه الشانل، فبيساعد شويه في تكوين الشانل. اوكي، هل الكلام ده ما كانش موجود زمان؟ كان موجود، بس نتيجه ان الشانل لينث كان كبير فالشارجز اللي اتكومت ناحيه الدرين دي كانتش مهمه، دلوقتي بقت مهمه لان الشانل بقت ايه؟ صغيره. ده سكندري، مش سكندري، تيرشري افكت، يعني تلاقي رقم ثلاثه بعيد بعد كمان البادي افكت والايه؟ والشانل لينث موديوليشن. وشبهه برضو حاجتين اللي هم النارو اند شورت شانل افكتس. اوكي، بنقول كل ما الشانل يبقى شورت كل ما السورس والدرين، بصوا يا جماعه الدرين والسورس البادي بتاع الموس عارفين ان هو بيبقى راكب على انهي فولتج في السيركت؟ اوتا فولتج مش على السورس، هو راكب على اوتا فولتج موجود في السيركت. بس كده؟ فلما يبقى راكب على اوتا فولتج موجود في السيركت وده بي موس سبستريت عباره عن بي تايب ودول ام بلس، يبقى اكيد البي ان جانكشنز دي ايه؟ ريفرس، اكيد ريفرس، لان البي واصل على اوتا فولتج في التايب، فاكيد السورس والدرين حواليه في ايه؟ ديبليشن ريجن. وده اللي خلانا نتجه اساسا من الباي بولر للمصر، ان الباي بولر سيلف ايزوليتد، يعني بيعزل نفسه نفسه، تقدر تعمل كل الفايسز في نفس الريجن مع بعض، نفس الاريا مع بعض. مش احنا قلنا ان الشانل قبل ما تتكون، قبل ما يتكون هنا الكترونز محتاج ان انا اطرد الهولز عشان اكون ديبليشن ريجن اول، لما دول الاثنين يقربوا من بعض هيبقى الديبليشن ريجن اللي هم اصلا مكونينه مع بعض هيبقى جزء محترم من الديبليشن ريجن اللي لازم تتكون في الشانل، هيقلل شويه من ايه؟ من الفي ثريشولد. كويس؟ فكل ما الشانل تقل مش بس نتيجه ان البلين بيسحب تشارج من تحت، لا نتيجه وجود الديبليشن ريجن ده كل ما الفي ثريشولد ايه؟ بيقل. كويس؟ On the other hand لو انت بصيت على الدبث، الدبث كمان اللي هو الدبث يعني بتاع الشانل بيقل مع اللينث. كويس كده؟ بس كل ما بقى الويدث كل ما ايه؟ ما كده الديبليشن ريجن دي فيها اجزاء لفه على الاطراف. صح كده؟ الاجزاء اللي لفه على الاطراف دي يعني لو تخيل ان انا بصيت على المقطع اللي هنا الكروس سكشن اللي هنا ده هيبقى فيه الديبليشن ريجن كده. صح؟ وادي الدرين او السورس. بس انا هبص على المقطع. الحتتين دول يعني خد بالك ان الشانل اللي جوه الحتتين دول مش داخلين معايا ولا بيساعدوني في الشانل خالص. كل ما تقلل الويدث كل ما الحتتين دول بالنسبه للويدث بقى ايه؟ بقى اكبر. فكل ما هتلاقي الفي ثريشولد بيزيد. لان دول زمان كانوا بيساعدوا دلوقتي ما بقوش بيساعدوا. تمام؟ فهتلاقي ان كل ما الشانل تقل اللينث بتاعها وتقل البيت بتاعها واحد بيرفع الفي ثريشولد والتاني بيقلل الفي ثريشولد. فتلاقي ان هما اتنين بيعادلوا بعض. اوكي؟ فمعروف كان النارو والشورت شانل افكتس تقريبا بتعادل بعضها على الفي ثريشولد. ده الهوت كارير افكت ده حاجه مختلفه تماما، لان يعني ده
الفاكت اللي بيغير مع الوقت الورد الفاكت. بص في فرق ما بين ده ودول. اوكي ده مش ده السؤال، مش انت بتقول ازاي هنا الفي ثريشولد نزل وبعدين هنا قلت ان هم عدلوا بعض. ده كان نتيجه تدخل الديبليشن ريشوز دي مع الايه الشانل، انما ده كان نتيجه ان الفولتج على الدرين نفسه اللي هو عمال يزيد، لو انت زودته يعني عمال بيأتراكت حاجات من تحت، فده حاجه وده حاجه. الهوب كارير افكت هو انه ممكن يكون مفيش ايه؟ الفولت بتاع الجيت بي ال الكنترول يعني مش الفي جي الفي جيت يعني اه بي ال معايا مظبوط لا لو دخلوا في بعض تبقى مشكلة تبقى مصيبة لو دخلوش في بعض بس في جيل بيقل مش عشان الديشن والديشن والزول ما يخشوش في بعض في جيل بيقل عشان ما يحصلش بريك داون للعلاقات دي عشان الكنترول بتاع الجيل مش اوكي اه بس انت بتتكلم على السب ثريشولد كوندكشن ايوه بس ده حاجه تانية خالص، ده موضوع تاني خالص، ده سب ثريشولد كوندكشن او كوانتم كوندكشن او حاجه كده، ده موضوع تاني خالص، ده علاقته باللي احنا بنقوله دلوقتي. اه ما ده حقيقي. احنا ما قلناش حاجه صح؟ لا مفيش مشكلة، دي مش يعني أنا هنا ما قلتش إن في مشكلة، معرفش أنت الفرق اللي بتتكلم عليه ده إيه، ممكن تجيبه لي أشوف لك ده إيه معناه إيه، بس ما أعتقدش إن هو النارو شورت شانل، أعتقد إنك بتتكلم في حاجة في تكنولوجي أصغر كمان من كده، ما أعتقدش إن هو ده يعني ما أعرفش هاته أنا أشوف ده إيه. أوكي طيب هوت كاريرز يا جماعة بتتكلم على وأنا شغال في الكترونز او تشارج كاريرز عماله تبقى اتراكتد ناحيه البيت. لو الاوكسايد بقى نارو قوي او بقى ثين قوي وده اللي بيحصل دلوقتي يعني ممكن تشارجز تعدي من خلاله يعني ممكن تشارجز تباس ثرو الاوكسايد ده كويس، بس مش كل التشارجز هتعرف تعدي الاوكسايد كله، في تشارج تعدي لغايه النص تبقى ترابت في نص الاوكسايد. اوكي لما يبقى عندك الكترون ترابت في نص الاوكسايد دي هتعمل ايه في البي ثريشولد؟ يعني انت عندك الكترون نجح ان هو يعدي هنا، ده هيعمل سب ثريشولد كوندكشن هنشوفه دلوقتي، بس في الكترون حاول ينط خد انرجي وحاول ينط وقف في نص الاوكسايد، فدول بيكونوا نيجاتيف لاير هنا مثلا مع المرور الوقت. النيجاتيف لاير دي هتعمل ايه في البي ثريشولد؟ البي ثريشولد المفروض ان البي جيت بوزيتيف كويس كده؟ فهنا النيجاتيف تشارج اللي هنا دي بتعمل ايه في البوزيتيف فولتج بتاع الجيت؟ بتقلله صح كده؟ فالفولتج اللي بيتشاف تحت الاوكسايد هنا بيبقى اقل من الفولتج المفروض محطوط على الجيت من فوق.
فالهوت شانل الهوت كارير افكت معناه انه مع مرور الوقت هتلاقي ان الفي ثريشولد بتزيد. اوكي معنى كده ان لو انا حطيت نفس الفولتج الاقي ان الكارنت ماشي ايه اقل. اوكي فده تمبورال افكت يعني حاجه مع الاستخدام بتلاقي ان الفي ثريشولد بتاعك بيزيد. اهم حاجه بقى في كل دول اللي هنستخدمها كتير هي حكايه السب ثريشولد كوندكشن. اوكي احنا دايما كنا بنأسيوم ان الموسفت لما يكون اوف ما يبقاش ماشي فيه كارنت خالص كويس كام، بس الكلام ده مش حقيقي. الموسفت وهو اوف يبقى ماشي فيه كارنت، بس ماشي فيه كارنت قليل جدا. كويس يعني احنا في البايبولر كان بيبقى فيه كارنت صراحة بقول على موسفت على فكرة ماشي فيه كارنت قليل. ليه ماشي فيه كارنت قليل؟ هو مش الموسفت ده عبارة عن PN junctions صح كده؟ طيب PN junctions دي نتيجة ان انت موصل البادي في الـ PMOS في الـ NMOS على عرض فولتج الدايرة. PN junctions دي المفروض معناها ايه؟ ريفرس مش كده؟ وريفرس PN junction المفروض ان ماشي فيه ايه؟ مش ماشي فيه كارنت، لا ماشي كارنت بس صغير اللي هو ايه بقى؟ saturation current مش كده؟ اللي هو I note أو saturation current اللي هو reverse conduction current في الـ PN junction. فالكارنت ده بيبقى ماشي ما بين الدرين والسورس في الـ MOSFET والـ cut off. ممكن تفكر فيها بطريقة تانية إنه لما نبقى cut off كأن التلاتة دول مع بعض عاملين إيه؟ BGT عاملين NPN transistor. أوكي؟ زي ما يكونوا عاملين NPN transistor الـ NPN transistor ده بيكوندكت برضو a very small current. اوكي okay. الـ small current ده انت يعني كل هو يبقى bipolar current او PN junction current فده معناه ان شكل الـ current هيبقى ايه؟ exponential مش كده؟ سواء هو كده او كده فهو لازم هيكون exponential لان الاثنين exponential. فيبقى عندنا هنا exponential current من اول V threshold من اول ما الترانزستور المفروض ان هو يبقى cut off لغايه forever يعني هيبقى عندي exponential current. ده شكل الايكويشن بتاعته. اوكي داخل فيه ال VGS وداخل فيه ال VDS. ال sub threshold current او ال leakage current ده هو ليه كذا component يعني يبقى في component ماشيه ما بين الدرين والسورس، في component ماشيه اصلا من الجيت للدرين ومن الجيت للسورس، وفي كومبوننتس جايه نتيجه كذا فيزيكال افكت. بس اهم حاجه عندنا عشان احنا اغلب تعاملنا هيبقى على مستوى السيركتس ان احنا في احيان كتير هنبص على الترانزستور في الكات اوف ان ماشي فيه كارنت، والكارنت اللي ماشي فيه ده هيبقى مهم جدا بالنسبه لنا واحنا بنحسب الباور. اوكي يعني من اهم الحاجات يعني الحته الاساسيه اللي نستخدم فيها السب ثريشولد كوندكشن ده هي واحنا بنحسب الباور ديسيبيشن. تمام طيب احنا ناخد بريك ربع ساعة ونرجع الساعة 7 نكمل بقية النص.